مساء الخير. قبل ما أبلش حلقة اليوم بدي أسألك كم سؤال. مين عمره شاف محامي بيمارس مهنة المحاماة بدون عضوية نقابة المحامين؟ مين عمره شاف طبيب بيمارس مهنة الطب بدون عضوية نقابة الأطباء؟ طيب معلم، مهندس بيمارس شغلهم بدون عضوية نقاباتهم؟ بس عادي جدا تشوف بالأردن صحفي إعلامي مذيع بيمارس الصحافة بدون عضوية نقابة الصحفيين. طب كيف صارت هاي؟ يعني شو هالمعادلة؟ يعني شو بيختلف المحامي والطبيب والمهندس عن الصحفي؟ جد بالله شو بيختلف؟ بدنا نفهم. يعني معقول انه هذول او هاي المهن مهمة اكثر من 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 مهنة الصحفيين، ولا مهنة الصحافة سلافي فارطة وعادي اي واحد يشتغل فيها؟ طب مش في نقابة اسمها نقابة الصحفيين وإلها مجلس وإلها هيئة عامة؟ معناته لازم اللي بيشتغل في الصحافة والإعلام يكون عضو بهاي النقابة مثل ومثل باقي النقابات، مهندس طبيب محامي، ولا انا غلطان يا جماعة الخير؟ والسؤال اللي بنطرح هون انه ليش معظم اللي بيشتغلوا في وسائل الاعلام مش اعضاء في نقابة الصحفيين؟ يعني شو السبب؟ شو العلة؟ هي العلة من النقابة ولا العلة من وسائل الاعلام ولا العلة من الصحفيين انفسهم؟ خلينا نشوف شو هالقصة. شروط النقابة واضحة وميسرة وسهلة، لا فيها صعوبة ولا فيها مستحيل. النقابة بتقول للصحفي انا بدي منك شهادة عدم محكومية وشهادة جامعية وعقد عمل في المؤسسة اللي بتشتغل فيها ورقم ضمان اجتماعي انك مسجل في هاي المؤسسة. هاي كل شروط النقابة. طيب معقول هاي الشروط مستحيلة أو معقدة؟ يعني للوجه الأولى أنا شايفينها شروط بسيطة جدا وسهل تحقيقها. طب لعد وين العلة؟ خلينا نشوف وسائل الإعلام شو قصتها. بعد ما بحثت وسألت كثير من العاملين في وسائل الإعلام لقيت في كثير مشاكل يا أخوان. أول سلافة لقيتها إنه السواد الأعظم من اللي بيشتغل من الصحفيين اللي بيشتغلوا في وسائل الإعلام ما عندهمش عقود عمل رسمية، مش موقعين عقود عمل رسمية، يعني عقد شفوي هيك بس كلام. وطبعا كونه ما في عقد عمل فاكيد ما في ضمان اجتماعي ولا في تامين صحي. وهون بدي اوقف شوي وانا اسال وزاره العمل شو بتشتغل بالضبط؟ يعني مش عندهم مديريه اسمها مديريه الرقابه والتفتيش؟ ليش ما بتفتشوا على وسائل الاعلام؟ ما نص العاملين فيهم بيشتغلوا بدون عقود عمل وبدون ضمان اجتماعي، شو السبب يا ترى انه وسائل الاعلام ما بتفتشوا عليها؟ بالعموم بدنا نقول انه الكثير من الناشرين ماكلين حقوق الصحفيين عينك عينك، والصحفي اللي بيشتغل عندهم يا اما عارف انه حقه ماكول وساكت بالمخاجله، أو إنه أصلاً مش عارف شو يعني عقد عمل وحقوقه الوظيفية. وهون تحديداً أنا بصراحة بدي أتوجه بالشكر لجريدتي وصحيفتي الأم اللي هي الأنباط، اللي احتضنتني ومارست وما زلت أمارس فيها العمل الصحفي من 8 سنوات، لأنه عندها تجربة رائعة ورائدة جداً تحت إشراف الحبيب الغالي مديرها العام ورئيس هيئة التحرير اللي هو الصحفي الأستاذ حسين الجغبير. والشكر هذا مش تطبيل ولا تزمير، هذا الشكر أقل واجب على اللي عملته الصحيفة مع خريجين الإعلام. احتضنت أكثر من 20 خريج ودربتهم وشغلتهم وصنعت منهم صحفيين وسجلتهم بالضمان الاجتماعي وسجلتهم بالنقابة برغم كل التحديات اللي بتواجهها هاي الجريدة وعمليات الحصار المعلنة وغير المعلنة اللي بتواجهها هي وإدارتها. السلافة الثانية، النقابة تفرض شروط على وسائل الإعلام. من أبرز هاي الشروط إنه كل وسيلة إعلام تدفع 1000 دينار سنوياً بدل اشتراك، وتدفع نسبة 1% من الإعلانات اللي بتجيها سنوياً. يعني على كل 1000 دينار 10 دنانير راح تدفع للنقابة وسيلة الإعلام. وما شاء الله اللي متقيدين في هاي القوانين من وسائل الإعلام مشكورين طبعا، ما بيجوا 40% من إجمالي وسائل الإعلام المحلية في كل الأردن، هذا بحسب حديث النقابة إلي. أعتقد هيك وضحت الصورة قدامنا. السلافة لا هي بشروط النقابة مثل ما بيحكي البعض ولا غيره، السلافة إنه في معركة طاحنة بين النقابة ووسائل الإعلام بس قلال اللي شايفينها، وللأسف الضحية في هاي المعركة هو الصحفي. يعني واضحة مثل عين الشمس بداش حدا يفتي فيها. انت كنقابة مشكلتك مع وسائل الإعلام اللي مش راضي تدفع اللي عليها من مستحقات. وسائل الإعلام ما شاء الله بتكسب إعلانات وبتوقع عقود وأمورها ماشي، والصحفية حرام مشكلته انه مثل خبز الشعير ماكول مذموم، لا محصل حقوقه المهنية من صاحب الوسيلة الإعلامية ولا قادر يسجل في النقابة ويصير صحفي مثله مثل غيره. طيب يا جماعة الخير، خلينا نعتبر انه سلافة النقابة مع وسائل الإعلام مثلها مثل سلافة الحكومة مع المتهربين ضريبيا، تمام هيك؟ المعادلة نفس. الحل بسيط وواضح يا عمي، يا اما بتنادوا الوسائل الإعلامية اللي مش مسدد اللي عليها من اشتراكات وبتجتمعوا انتوا وياهم على طاولة واحدة وبتعملوا معهم تسوية، او بتقسطوا عليهم اقساط شهرية ما يترتب عليهم من التزامات وبتشترطوا عليهم يعملوا عقود عمل للصحفيين العاملين عندهم وسجلوهم بالضمان الاجتماعي عشان يسجلوا في النقابة، أو بتعدلوا القوانين بتتعاونوا مع هيئة الإعلام إنه ما يتجدد ترخيص لأي وسيلة إعلام بدون ما يكون في براءة ذمة من نقابة الصحفيين،
أو بتشرعوا قانون إنه الموقع اللي مش مسدد اللي عليه يتم إغلاقه مؤقتاً لحين تصويب وضعه المالي مع النقابة. وأعتقد هيك بتنحل السلافة بكل سهولة. لويش يظل الصحفي ضحية حرب باردة بين النقابة ووسائل الإعلام؟ شو ذنبه مثلاً؟ يا جماعة الخير، أنتوا قيادات رأي، أنتوا نخبة النخبة زي ما بقولوا، خلونا نعيد ترتيب بيتنا الداخلي وننظم هالفوضى في وسطنا الإعلامي. وشكراً، سلام عليكم.